الولاد انبسطوا وقت صرت تغير لهم بالطبخ. شوفي هلا رجعنا للمكرونه. طيب خليني اعمل لهم شيء اكله، ثواني ما بتطول. معقوله حبيبتي، انت لازم ترتاحي اصلا، ولا نسيتي انك حامل؟ روحي ارتاحي انا بكمل. شوفي يا لميس، شو رح يصير لي من تقطيع البندوره؟ معقوله؟ انت منيحه؟ منيحه، لا تاكلي همي. شو صار بالمحكمة؟ احكي لي بالتفصيل، عم بسمعي. لك القصة ولا شيء، يعني بالجلسة الأولى سمعوا أقوالي، قرر القاضي إني أتحاكم وأنا برا لوقت الجلسة الجاية، بس هيك يعني. من هون لوقتها بتكون طلعت نتائج التحقيق. شو بكي تولاي؟ مو تقلبي لي إياها مناحة، خلصنا بقى، جاوزنا الأصعب من هيك، ما رح نضعف هلا. طبعا ما رح نضعف. بس تعرفي حتى لو صار معي شيء، يعني إذا فتت على السجن ما رح أكل همهم، لأنه أنتو هون. وقتها بصير عندك 7 أولاد وأنتي بترعى عليك من الفرحة. خلصنا لميس، شو هالحكي هاد؟ حاج بقى. خلص فهمنا بقى، عم نقول بلكي يعني. يلا المعكرونة صارت جاهزة، يلا هاتي. أنا بسكبي. وصلتها جاهزة كمان. هاتي، ما تعذبي حالك. بس وين تيتي؟ بجوز نايمة، تفيقة؟ لا خليها لا تفيقة، كأنه كتير شوب. انتو مو حاسين بالشوب مثلي؟ لا والله. شو رأيك جيب لك مي؟ لا حبيبتي ما في داعي، بس والله رح موت من الشوب، رح قوم افتح الشباك. والله وأنا مشوبة كمان. لميس كأنك عرقانة. ايه طبعا عرقانة، مو شايفني؟ رح افتح الشباك اللي جوا. طلعي فيني، انت منيحة حياتي؟ ايه منيحة. لميس 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 لميس. شو اعمل لك كمان؟ خلصت وضبيت كل الاغراض اللي قلتي لي عليهم. تعي شوفي شو لقيت. صوري القديمه مو؟ طلع يا بنتي قديش كنتي حلوه انتي وصغيره. ليكي هون كان عمرك 40 يوم بس. طلعت لك يا قلبي بالحلاوه. ايه اكيد. ايه وهون اول ما بلشتي تزحفي كنتي بالصالون، الذكريات الحلوة كلها هون، ما ضللنا غيره. ما تزعلي أمي، أكيد رح يصير عنا ذكريات ببيتنا الجديد. أنا مقهورة لأنه فكري بيك ما قالوا أي صورة عنا هون بالبيت، وما رح يقدر يروح معي، ما في عندي أي شيء يذكرني فيه. يا الله، لك هلأ وقتها؟ لو عبينا بنزين بدل ما نشتري تياب مو كان أحسن؟ خلص صفية لقلك. وقفي وقفي. أيوة. ها. شو رح نعمل؟ خدي شنطايتك يلا انزلي امشي معي. ليش نزلتنا هون؟ شو بدنا نعمل؟ لا تاكلي هم، الموضوع كتير بسيط. أول شغلة ضروري نلاقي لنا شي مكان نتقوى فيه، وبعدين بنقعد بناكل أكلاتنا الطيبة. يلا امشي. هذا هو. لك فكري، هذا بيت مهجور يا فكري، نحن شلون بدنا نفوت عليه؟ بسيطة، ما رح نفوت عليه، بنطلع لفوق على السطح. كيف يعني؟ مسكي. لا
لك شو اللي خطر على بالك؟ انت ما طبيعي. يا سلام شو هالجمال. تعرفي شغلة؟ فشروا البشوات يعيشوا هيك لحظات. فندق 5 نجوم ما بيطلع نقطة ببحر هالمكان. بدي اقول لك شغلة. انا كتير سعيدة. شو صرتي منيحة؟ ايه منيحة طمني. خليكي ما تقومي دغري، ضغطك نازل شوي. بكفي لا تشغلوا بالكم فيني، كملوا اكلكم يلا. رح ساوي لك لبن عيران. شو بكون واقفين؟ انا منيحة، كملوا عشاكم يلا. لك يا لميس. والله انا منيحة وما فيني شي. رح شوف تولاي اذا بدها شي جوا. تولاي؟ حاسة حالك احسن؟ طلعي فيني. إذا بدك منروح على المشفى ومنعمل لك تحليل دم. ما في لزوم للمشافي ولا شيء، أنا تعبانة شوي مو أكتر. يا حرام هالبنت شو هالحظ اللي عليها. ما تكتري ملح. حاسة إيدي عم يرش. على مهلك شوي. شو رأيك نطلع لبرا نشم هوا؟ قومي يلا تعالي. يلا. يلا خدي. لوين؟ بدنا نطلع ونشم شوية هوا برا. يسلم. اوف يا الله. يلا خلصوا اكلكم انتوا يلا. مالي حاسك منيحة. انت ما اكلتي شيء من الصبح. وطبيعي يصير عندك هبوط ضغط مؤقت، بس مو مشكلة، برأيي هلا تاكلي شي وتنامي وبكرة بس تفيقي بتلاقي حالك تحسنتي كتير. ما عم بقدر اتحمل. حاسة حالي ضعيفة بدر. إذا أنا انحبست شو رح يصير بالأولاد؟ أساساً ما بقدر أقعد بالسجن، بتعرف عندي فوبيا من الأماكن المسكرة. لا يا روحي ما رح تنحبسي ولا شي، لا تخافي. ما تخافي، ما حدا رح يحبسك. كلياتنا منعرف انك بريئة. طلعي فيني شوي. لميس حبيبتي انا شو سبق وعدتك؟ طول ما لي عايش ما رح اسمح يصير لك شي بنوبة، فهمتي؟ ولساتني عند وعدي لإلك. وكوني واثقة، طول ما لي عايش ما رح اسمح لشي يأذيكي ابدا، ولو شو ما صار. فهمانة؟ بكفي. حاجة تبكي خلص. وهذا الوضع البشع رح يمرق على خير، اتفقنا؟ ومن بعدها رح تتطلقي من جميل الندل، وبنروح منكتب كتابنا أنا وياكي، ومنعمل أحلى عرس، ومندور على بيت جديد وكبير، ومناخد قبيلة أليبول معنا، ورح نكون مبسوطين ومرتاحين. حياتنا رح تكون سعيدة. اتفقنا حبيبي؟ ماشي حبيبي. حاولي ما تفكري بشي هلأ وتنامي مرتاح. ما تخافي، أنا رح ضل واقف جنبك دائما. ماشي؟ شدي حيلك وحاجتك، الأمور كلها رح تنحل. المهم إنك ترتاحي اليوم. خلينا نرجع هلأ، الأولاد بينشغل بالهم. ما بدك تفوت معي؟ لا فوتي أنت، نامي، بكرة بشوفك. ماشي، يلا بشوفك بكرة. أوكي، تصبحي على خير. على مهلك. ماسكو لا تخافي. هاتي ايدك. ايوه ايوه. اول مره بنام بهالعمق هاد، ما تخيلت النومي على السطح حلوه لهالدرجه هي. وانا حبيت النومي كمان، بس هلا بلشت احس بالجوع. خلينا ندور على مكان نفطر فيه.
يلا امشي. ايه شو رح نعمل؟ السيارة ما فيها بنزين، رح اتصل بطوارئ الطرقات. شو عم تحكي انت؟ طوارئ طرقات شو هاي؟ الحياة بس تعطيك فرصة لازم تستغليها فورا. امشي لأهلك. شو رح نعمل؟ امشي خلص امشي، هلا منوقف اي سيارة. شو بدنا نوقف اوتو ستوب؟ ايه يعني ليك هاي سيارة جاي، شايفة كيف؟ لحظة لحظة لحظة، شو صايبك العامة ما توقف يا حيوان؟ يخرب بيتك، ما كلف خاطره يخفف على قليلة. ها ها اي اجا غيره؟ لا دعي دعي، هدول موتورات. ايه مو مشكلة، المهم شغلة نركب عليها. وقف وقف. خير يا عمي؟ شو مقطوعين الظهر؟ عم أدبب إن شاء الله مع أنه من عمري. نحن انقطعنا من البنزين، إذا في مجال توصلونا معكم على محل قريب. رفقاتنا على الشط عم يستنونا، عاملين تخييم، إذا بدكم تعالوا معنا. والله بجد هاي شفتي شلون يا حلوة؟ تخييم وشط ومغامرة جديدة على الريق. بدك اركب على الموتور لك فكري؟ ايه شوفي يا شغلة حلوة، والقعدة وراه ظريفة، صحيح الهواء بداية شوي بس مفيد للصحة مو هيك؟ ماشي رح جرب لك. تفضل. يلا تعال. شيماء خانم تقبلي تتزوجيني؟ خلص معلش بكوي له القميص وبس يفكر انه يرجع لعندي بعطيه. الو نعم. الو مدام شيماء، مرحبا. مرحبا، عندي لك خبر حلو، لقيت لك زبون للبيت. والله عن جد كثير منيح. بكره جايين يشوفوا البيت، انا بعثت لهم الصور وقال كثير عجبهم، يعني في احتمال كبير انه يشتروا فورا. طيب منيح، معنا بكره ناطرتكم. خاطرك مدام. بدر هلا كنا بسيرتك، فوت يلا. طولت عليكي ما هيك؟ مرحبا يا جماعه. أهلين. انا في عندي اخبار حلوه كثير. شوفي قدرنا نلاقي محامي ممتاز، احسن محامي بكل البلد، رح يستلم الدعوه ويثبت براءتك، اعتبروا الموضوع منتهي. والله فرحتنا اخيرا، الف الحمد لله. بس ما معنا مصاري ولا حتى انت معك، من وين بدنا ندفع للمحامي؟ كوني مطمنه ما بده اتعب، الزلمه رفيقي ما تقلقي، ما رح ياخذ مني اتعب، رح يقدمها خدمه. انت لشو تعبي حالك؟ خلص انا حليت الموضوع وقصة المحكمة رح تكون شكلية وبس. انت عم تحكي عن جد؟ عن جد طبعا. برافو والله يا بدر، كل يوم عم تثبت لي انك زلمة وبيعتمد عليك، وشكلك مغروم بحفيفتي وبتحبها كتير، بس بدك توعدني بعد الزواج تضل تحبها وتدير بالك عليها. اكيد تيتا ايسال ما تاكلي هم. صراحة انا من ناحيتك مو قلقانة ابدا، بس انا خايفة عيلتك يأسروا عليك ويخربوا لكم حياتكم. طيب تيتي ماشي، كوني مطمنة تيتي، ما حدا رح يخرب علينا أبدا. أقول إن شاء الله. خالته أنت شو هذا اللي عم تقولي؟ والله اللي بيشوفهم بيقول بيحبوا بعض من 100 سنة، ويا ويله اللي بيحاول يأذيهم. يلا أنا لازم روح على المشفى. رح أتواصل مع المحامي المساء وبخبرك شو بيقلي. طيب ماشي تمام. خاطرك حبيبي. ونحن عنا موعد مع الدكتور كمان. خاطرك تيتي إيسال. خاطرك خالة إيسال. حبيبتي لميس خلص ما في داعي تقلقي، إن شاء الله ما عاد في شي بيخوف. إن شاء الله. يلا روحي اطمني على الأولاد. يعني محاكمتها بدون سجن شي منيح، وبرأيي الجلسة الجاية رح يعفي عنا القاضي وتطلع براءة، ما تقلق. إن شاء الله يكون هيك يا موجة، مع أني بصراحة ماني كتير متفائل.
وطبعا موضوع عنقر التغى بهالظروف، يعني ما فيني سافر، ما فيني روح معك. وليش بقى؟ ما انك شايف البلاوي كيف عم يوقعوا فوق روسنا، كيف بدك يعني سافر عنقر؟ احمد انت عم تضحك علي ولا شو؟ شبك انا اقنعت امي تبيع البيت وهلا جاي تقلي ما فيك تروح؟ بعرف مهجه وفهمان عليكي، بس كيف بدي اترك لميس ونحن بهذا الوضع؟ ما فيك تترك لميس، بس فيك تتركني ببساطه، مو هيك؟ برافو احمد برافو، عن جد انت بتشبه ابوك، انا كنت متوقعه انك تكون مثله. لك لحظه مهجه، لك مشان الله حطي حالك محلي. مهجه كيف يعني مسافرين بعد يومين عايشه؟ معقول تسافر بهالسرعه؟ اي فيكو، انا مو هديك المره قلت لك بس يطلع بابا من سجنه بدنا نسافر دغري. لوين بدكم تروحوا؟ رايحين على قيصري، عمامي عايشين كلهم هنيك وبابا قال بده يشتغل معهم. انت شي مره رحت على قيصري؟ انا بعمري ما رحت، وبصراحه اكثر شي ما عاجبني انه ما عندهم بحر هنيك. بس تعودتي على العيشه معنا. ايه صحيح، هي اول مره بحب المدرسه، وغير هيك كل اللي عرفتهم هون كانوا ظراف. يلا انا رح امشي، بدي ارجع على الصف، انت مانك جاي؟ هقعد هون ليرن الجرس. ايه شو لا؟ كيف السيد روميو؟ عائشة ايمتى مسافرة؟ عم تقول بعد يومين. هيك لك ليك احمد، بدي اهديها لعائشة شهدية ظريفة، في مجال تساعدني؟ شلون وانا ما معي ولا ليرة، كيف بدي ساعدها؟ ما قالت بدي اشتري لها هدية، انا بعمل لها شهدية بايدي بس نساويها مع بعض. ايه قول هيك، ماشي تكرم عيونك راح ساعدك. يلا امشي. بدك اجيب لك شيء قبل النوم؟ سكري لي هالباب، ما تخلي حدا يعيط بدي نام. نعم ايلا خان. مرحبا حبيبتي لميس. مرحبا. حكاني ثروت قبل شوي وخبرني خبر كتير فرحني بصراحة. ما فهمت، خير ليش شو الموضوع؟ قال لي رح نعزمكن بكرة المساء لعنا على العشاء، هو حابب تتصالحوا وقال لي ندمان على اللي عمله معكم. كيف عزمنا على العشاء؟ ثروت وسامح متصالحين من جديد يا لميس، وهو قال لي اتصل فيكي وأكد عليكي منشان تجي انتي والكل على عزيمتنا، خبريهن كلهم بكرة المساء العشاء عنا. طيب ماشي. طيب ماشي، يلا ناطريكم. اوكي ايلا خان. اوكي حبيبتي، يلا سلام. هلا تمام دارين. ايوه حكي. ضمد الجرح لو سمحتي. على عيني. اها الو بدر، انت طلبت مساعدة من ابوك مشاني؟ يعني بصراحة ايه، بس من وين دريتي بالموضوع؟ امك دقت لي من شوي، قال سامح وابوه متصالحين وقال كرمال هيك عزمتني على العشاء بكره. هيك قالت لك؟ ليش ما قلت لي انه اللي وكل لي المحامي هو ابوك؟ ما بعرف، بس انا ما قلت لك لانه ما حبيت انه زودها عليكي وتتضايقي من هذا الخبر كمان. بعدين ما عارف بابا بالبلد ما انا ملان، وقلت هو الوحيد اللي فيه لاقي لنا هيك محامي شاطر. شكرا كثير بدر، انا بعرف قديش صعب عليك انك تطلب مساعده من ابوك، بس عملت هالشيء كرمالي. شكرا كثير عن جد. تكرم عينك كرمال عيونك، انا مستعد اعمل اي شيء. ايه وشو مشان عزيمه بكره؟ انسي الموضوع، ما حبيت الفكره كلها. لا شو هالحكي، مو حلوه يعني ما نقبل. خلص مو مشكله، هلا بحاكي امي وبعتذر منها. ايه طيب مثل ما بدك. طيب انا طالع هلا من المشفى، رح روح لعند المحامي واخده لعند المحاميه تبعي. شوفك يعني منه بتتعرفي على المحامي الجديد ومنه بشوفك. طيب طيب ماشي. تمام ماشي حبيبتي بشوفك. اوكي بشوفك. على شو ناويلنا هالمره يا ثروت اكتان؟ هلا بنفهم القصه. الو امي وينك انت؟ طيب استنيني عندك انا جاي لحتى اشوفك. ماشي اوكي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.